تحية طيبة لكم مشاهدينا الأعزاء من برنامج رادار ومن شاشة دي أم تي في. وقبل الدخول في التفاصيل تقاريرنا لهذه الليلة، لابد من تقديم أطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير بالصحة والبركات. والمعايدة لن تقتصر على فريق رادار فقط، لأن هناك مفاجأة فنية بانتظاركم. أما باقي تقاريرنا لحلقة الليلة فهي: تدشين أول مسجد صديق للبيئة في العالم الإسلامي وتحديداً في الإمارات، حملة ثمن المياه من تنظيم الهلال الأحمر الإماراتي ومنظمة ميرسي كور، بطولة دبي العالمية للضيافة. أول مسجد صديق للبيئة في العالم الإسلامي تم تدشينه على أرض الإمارات. إنه مسجد خليفة تاجر البالغ مساحته 45 ألف قدم على مساحة أرض 105 ألاف قدم، ويتسع ل 3500 مصلي. هذا المسجد الصديق للبيئة يلبي معايير ومواصفات الأبنية الخضراء للمنظمة الأمريكية العالمية، تستخدم فيه الطاقة المتجددة وتقنيات تحدد من استهلاك الطاقة والمياه، منها ألواح شمسية ونظام تخزين يعمل بالطاقة الشمسية. عن هذا المسجد الفريد من نوعه نتابع التقرير التالي من رادار. فتح مسجد خليفة تاجر والمعروف باسم المسجد الأخضر أبوابه للمصلين، ويقع هذا المسجد في إمارة دبي. بلغت تكلفة بناء هذا المسجد الذي افتتحه الشيخ صالح المغامسي، وهو إمام معروف في مسجد قباء في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، 20 مليون درهم إماراتي. يمتد على مساحة 4000 متر مربع، ويتسع ل 3500 مصل في الصالة الكبرى واليومية والنسائية. كما يستخدم هذا المسجد الطاقة الشمسية وتقنيات العزل الحراري لتوفير الطاقة، وهو مزود بحساسات الموفرة للطاقة، وهذه LED تتحكم بالتكييف وأنوار سابقة في العالم الإسلامي. يجب أن يكون المسجد صديقاً للبيئة بكامله، فالله لا يحب المسرفين، لذلك فهذه الحلول الصديقة للبيئة مناسبة جداً، وهذا هو المكان الأمثل ليتعلم الناس فيه المحافظة على البيئة. ويتبع بناء مسجد خليفة تاجر عدة مشاريع معمارية صديقة للبيئة في الإمارات العربية المتحدة، ومنها مشروع مدينة دبي المستدامة ومدينة مصدر.
نتوقف مع أول فاصل إعلاني ولنا عودة لمتابعة باقي التقارير. جولة جديدة ومميزة مع مواضيع عديدة وحصرية نتابعها في هذا الجزء من رادار. في ظل الأخطار البيئية في العالم اليوم وخصوصاً مسألة شح المياه وتحت شعار ثمن المياه، تم إطلاق حملة إعلامية ضخمة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومنظمة ميرسيكور، وذلك خلال مؤتمر صحفي حاشد حضره عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام. هذه الحملة تهدف إلى جمع الأموال من أجل تحسين نوعية حياة الناس، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على مياه نقية صالحة للشرب. وقع المؤتمر التي جرت في دبي نتابعها من رادار ونعود إليكم بهذا التقرير. المبادرة بتهدف لدعم اللاجئين السوريين اللي اضطروا يغادروا بلدهم واللي عايشين حاليا في الأردن والمناطق المجاورة لسوريا. الفكرة منها هي قديش قيمة المي لكل إنسان وقديش بتعني له المي، على أساسها يقدر يعطي بالمقابل قيمة مماثلة تقدر يدعم المهاجرين اللي هن اضطروا يغادروا. اليوم المي مثل ما بنعرف هي أساسية، هي عصب الحياة وهي أساسية لكل مجتمع ولكل بيئة، وخاصة يلي بيكونوا بحالة مثل حالة الأزمة اللي بيمروا فيها اللاجئين بالمناطق اللي انتقلوا لها، فخاصة بالأردن حيث المي المياه كتير قليلة وشحيحة، فعندهم أزمة مياه كبيرة وهن بيحتاجين لكل قطرة مشان تقدروا يقوموا بمهماتهم تجاه أهل الأردن والوافدين من المهجرين. فالفكرة انطلقت أنه اليوم بالإمارات خاصة بدبي مجتمع متنوع بيضم عدة أشخاص من كل المجتمعات من كل البلدين، فكانت الفكرة أنه كل إنسان بيعرف قديش أهمية المياه لإله، وردنا أنه هن يعطي كل إنسان يعطي من تلقاء نفسه كمية مال بيعتبر أنه بتوازي المياه اللي هو عم يشربها تتروح اللي بيجمعوه لمساعدة اللاجئين في الأردن خاصة. نحن كشركة بنقوم أولاً بعدة أنشطة ب 207 دول بالعالم، يعني كل الشركات اللي ممكن تكون عاملة ب 207 دول في العالم. هدفنا نحن دائماً أن ندعم المجتمعات المحلية اللي بنشتغل فيها، والمياه هي جزء من مكوننا الأساسي، يعني كل المشروبات مكونة من المياه، فلذلك نحن بنعرف أهميتها لإلنا وللمجتمعات. دورنا هو إنه نحن نجمع مع بعضهم المؤسسات اللي هن جزء من نطاق عملنا، يلي مثل برجر كينج وتشوي ترام وغيرها من المؤسسات اللي رغبت انه تنضم لنا بهالمبادره، ونحن دورنا انه نعطي الارضيه المناسبه والوسيله المناسبه لتوعيه المستهلك على امكانيه انه يبادر ويساهم بهالحمله من خلال الفتره اللي حددناها اللي هي 6 اسابيع، اكيد بالتعاون مع ميرسي كورب يلي هن رح بينفذوا على الارض العمل يلي رح بيكون هدفه انه اعطاء فرصه للوصول للمياه امنه وسليمه للمهجرين اللي موجودين بالاردن. اروى هي صنف المياه تبعنا، مشان هيك حددنا انه عم نحكي عن مياه وعم نحكي عن كل قطره تهم من ناحيه اهميه المياه للانسان. اسم المي
القوية اللي نحن بنصنعها بكوكاكولا بمنطقة الشرق الأوسط هي أروى، لذلك حددنا أروى لتكون هي الوسيلة وهي الاسم وهي الطريقة اللي من وراها رح نقدر نجمع نساعد على جمع المال مشان ندعم هالمجهود. فاصل ونتابع. نعود معكم أعزائنا المشاهدين لمتابعة فقرات رادار وفيها. حدث ضخم لابد من أن تخصص له المنابر لإطلاقه والإعلان عنه. إنها بطولة دبي العالمية للضيافة التي تم الإعلان عنها وعن برنامجها وتفاصيلها خلال مؤتمر صحفي حاشد ومن تنظيم ضيافة قصر زعبيل. المؤتمر حضره شخصيات إعلامية واجتماعية عديدة إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين والمنظمين لهذه البطولة. تقرير خاص عن البطولة والمؤتمر إضافة إلى لقطات حصرية لبرنامجها نتابعها في هذا التقرير. طبعا يعطيكم نبذة عن المسابقة الدولية ومسابقة قطاع الضيافة. المسابقة الدولية عندنا 12 فريق مشارك السنة، 12 فريق هذه من خليجي عربي، عندنا دول مختلفة مشاركة. سوف يتم تقديم بوفيه عالمي لأربعين شخص، كل فريق مكون من 7 أشخاص. وطبعا مثل ما انتم عارفين ومذكرنا في المؤتمر الصحفي بيكون عندنا حوالي 30 محكم دولي لهذه المسابقات. ما ننسى مسابقة قطاع الضيافة. مسابقة قطاع الضيافة العام كان عندنا حوالي 400 شيف مشارك، السنة نطمح بمشاركة 1000 شيف. طبعا الأصناف اللي بيتسابقون فيها في هذه المسابقة العام كان عندنا 14 صنف والسنة بيكون عندنا إن شاء الله 21 صنف. بنبدأ في شهر 9 بحملة ترويجية على مستوى الإمارات، نمر على إمارة، وذلك نعرفهم أكثر بالبطولة وورش عمل للمشاركة في هذه المسابقات. طبعا في كراتيريا مختلفة مثل ما ذكرنا في المؤتمر، مثل ما خبرتك في كراتيريا للمسابقة الدولية، في كراتيريا عندنا للمسابقة قطاع الضيافة. المسابقة الدولية عندنا 12 فريق مشارك، 12 فريق خليجي عربي. العام كان عندنا 12 فريق من 5 قارات، وفاز عندنا سنغافورة وأمريكا وأستراليا. طبعا المعايير معايير دولية، وحبينا أن تكون بعد بطابع تقليدي السنة من الفريق المشارك. يعني عندنا مثلا من السعودية، عندنا من البحرين، بيكون في محكمين يحكم على الطبق السعودي، الطبق البحريني أو الطبق المصري. هذه أحد المعايير الموجودة. المحكمين عندنا 30 محكم السنة. ومسابقة قطاع الضيافة بعد لها معايير مختلفة، على التحكيم على 21 صنف. من هذه الأصناف أذكر إعداد اللي هي كعك الزفاف، إعداد الحلويات، إعداد المنحوتات الثلجية. يعني بيكون عندنا عروض إلى جانب هذه الأصناف.
في جوائز نقدية وفي ميداليات، تختلف الجوائز مثل ما سوينا العام عطيناهم ميداليات وفي شهادات، وكذلك في مفاجآت كثيرة، يعني في جوائز نقدية للفائزين إن شاء الله. طبعا نحن عندنا هدف سامي، إذا نذكر بطولة دبي العالمية للضيافة هي هدف محلي عربي عالمي، طبعا لجعل اسم الإمارات عالمي والارتقاء باسم الإمارات والوصلة للعالمية، وكذلك أن الضيافة الإماراتية بين الماضي والحاضر. المزيد والمزيد من المواضيع بانتظاركم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. في الجزء الأخير من حلقتنا تقارير عن وقفتنا الأخيرة مشاهدينا الأعزاء خاصة جداً، حيث سنتابع معا معايدات من عدد كبير من نجوم الوطن العربي، صورناها خصيصا لتكونوا على تواصل مباشر مع نجومكم المفضلين الذين اختاروا دي ام تي في ورادار، ليتمنوا لكم عيدا مباركا وعاما طيبا، على امل ان تتحقق كل امانيهم وامنياتكم، وبشكل خاص ان يعم السلام والامان كل ارجاء الوطن العربي. معايدات النجوم في هذا التقرير الخاص من رادار. بدي عايد حضرتك وعايد كل مشاهدينكم وكل الناس ينعاد عليكم بهالشهر الفضيل، إن شاء الله كل أيامكم تكون بركة وخير. شكرا. أول شيء طبعا هذه المناسبة الجميلة، يسعدني أني أهنيكم وأبارك لكم وأهني كل العشاق والمتابعين والبشر والناس والعالم، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير، مع تحيات من يحبكم كثير عبد الله بالخير. أقول كل عام وأنتم بخير، ويا رب العيد يكون عيد خير على الجميع وعلى الأمة الإسلامية والأمة العربية، وإن شاء الله يعم السلام في كل الدول، وخلاص نخلص من المشاكل اللي حاصلة في الدول ويعم السلام إن شاء الله. شكرا لكم. كل عام وكل الناس بألف خير، ورمضان كريم، وإن شاء الله عيد مبارك على الجميع، إن شاء الله بيعم السلام بالمنطقة العربية ونرجع كلياتنا إيد واحدة، والله يحمي بلدي سوريا، وكل عام وهي بألف خير وشعب الكريم بألف خير، وانا بحبكم كثير وبحب الجميع واتمنوا لنا الخير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، اتمنى يا رب كل امنياتكم تتحقق ويكون رمضان عدى بخير وسلام علينا جميعا وكل ذنوبنا مغفوره. يا رب دايما متفائلين ودايما ايد واحده والعرب كلها موحده. كل سنه وانتم طيبين ودايما اكون عم بخصص لكم. بقول لهم كل سنه وهم بخير، واتمنى لهم السعاده والصحه والامن اهم شيء، والاستقرار في كل اوطاننا العربيه. اقول لهم كل عام وانتم بالف خير، وان شاء الله يا ربي سنه سعيده عليكم وينعاد عليكم بالصحه والسلامه والامان على جميع الامه الاسلاميه والعربيه ان شاء الله. طبعا بايد اي كل الناس بالوطن العربي، وان شاء الله بينعاد عليهم، وان شاء الله السنة الجاية العيد الجاية بتكون فرج على الكل، يعني على
كل البلاد اللي عم تعاني حاليا اللي هن مثل سوريا، ان شاء الله يا رب. واول شيء اهم شيء بتمنى ترجع سوريا مثل ما كانت ويرجع الامن والامان، هذا اهم شيء، وهي يمكن اكثر امنيه بتمناها تتحقق. بقول لهم ان شاء الله كل عام وهن بخير، ان شاء الله يا رب يكون هالعيد عيد سلام وامن ورزق ومحبه لكل العالم. بقول لهم كل عام وانتم بخير، رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم الخير والصحه والسلامه، يا رب تكون السنه الجايه هي احسن السنين اللي مروا، وبتمنى من كل قلبي انه يعم السلام مو بس سوريا، الوطن العربي كله باجمع. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، عاده الله علينا وعليكم باليمن واليسر والسعاده. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يجي العيد وينعاد عليكم بكل خير وسعاده باذن الله، ويملا قلبكم الرضا بكل الموجود من ربنا، واللي ربنا يقسمه لازم نرضى بيه. في نهاية حلقة رادار لهذه الليلة، لا يسعنا أعزائنا المشاهدين إلا تقديم التمنيات بأن نبقى دائما عند حسن ظنكم، على أمل أن تقضوا مع بقية برامجنا أمسية طيبة وممتعة. لقاؤنا يتجدد في الأسبوع المقبل بإذن الله، تصبحون على خير.